يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعنا من أحد طلاب فضيلتكم نقلاً عنكم بجواز التصوير بكاميرا الفيديو لأجل التوثيق، هل هذا الكلام صحيح؟ وإذا كثر هذا التصوير فما حكمه دون حاجة؟ لأجل إيش؟ توثيق الأعمال الخيرية. لا أبداً، هذا كذاب اللي نقل عني الكلام هذا، وإن كان من طلابي فهو كذاب، أنا لا أقول بهذا أبداً. أنا أقول التصوير للضرورة كما أفتى العلماء، للضرورة، بطاقة الشخصية أو قيادة السيارة، الأمور الضرورية يجوز للإنسان يصور فيها للضرورة. أما التصوير لنشر العلم كما يقولون فهذا لا يجوز، نشر العلم يمكن بدون التصوير. نعم.